بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم اجعل علمنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا، وانفعنا وانفع بنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل سائر أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيقول الإمام البابركي رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبكم آمين. قوله، قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: باعث بلا مشقة. أيضا يتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى، أن فعل البعث من الله سبحانه وتعالى لا يلحقه فيه مشقة. طبعا التنصيص على هذا لأن كثيرا من الناس آمنوا بأن الله هو الخالق، ولكنهم استبعدوا البعث والرجوع إلى الآخرة. فإن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولكن إن قلت لهم ستبعثون تعجبوا واستغربوا، إن قلت لهم سترجعون مرة أخرى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. نموت ونحيا، يعني هذا كما قال العلماء من تقاديم الكلام وتأخيره. المقصود في هذه الآية نحيا ونموت وما نحن بمبعوثين، لأنهم لو كان الكلام على الترتيب نموت ونحيا لآمنوا بالبعث. وبهذا استدل علماء اللغة أن الواو ليست للترتيب. بهذا استدل ابن هشام وغيره أن الواو ليست للترتيب، لأن الواو لو كانت للترتيب لكان ذلك إقرارا منهم بالبعث. لو قالوا نموت ونحيا فهذا هو البعث، ولكان كلامهم متناقضا، لأنهم قالوا نموت ونحيا يعني نبعث، ثم وما نحن بمبعوثين، فيكون ذلك ردا لما أقروا به أولا. نعم. ولذلك الناس يستبعدون ذلك. والحقيقة أيها الإخوة، منشأ هذا العجب قياس قدرة الله تعالى على قدرة الخلق. يعني هم يتعجبون، الإنسان عندما يموت ويصبح رميما، نعم، قال من يحيي العظام وهي رميم، بعد أن تصبح رميما وتتناثر في الهواء، وبعض الإنسان يكون في البر وبعضه يكون في البحر، ممكن من غبار هذا الإنسان الذي أصبح ترابا يعلق بك، ثم أنت تسافر إلى بلد آخر فهذا الميت أصبح جزء منه هنا وجزء منه في البحر وجزء منه هناك. فيظن الإنسان أن الله عز وجل، استغفر الله استغفر الله، يشق عليه أن يبعث وأن يجمع هذا الإنسان. وهذا في عقل كثير من الناس، حتى ورد في الحديث الصحيح أن رجلا كان يظن هذا، فيوجد رجل قال لأولاده إذا، وهذا حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورد في الصحاح،
قال لأولاده إذا أنا مت فأحرقوني ثم زروني في الهواء، وفي بعض الروايات نصفي في البر ونصفي في البحر. فقالوا لماذا نفعل هذا؟ فهو يخاف من الله. فقال لهم والله لئن قدر الله علي ليعذبني. ماذا ظن هذا؟ ظن أنه إذا تناثر رفاته وتفرقت أجزاؤه إذن الله عز وجل لن يستطيع أن يجمعه، لأنه قال إن قدر الله علي، إذن استطاع الله أن يجمعني. فهذه عقيدة فاسدة، ولكن غفر الله له. جاء في تتمة الحديث أن الله يسأله يجمعه ويسأله يوم القيامة لما فعلت هذا، فيقول من مخافتك يا رب. فالله عز وجل يغفر له بسبب جهله. لذلك الله لطيف بعباده، يعني إذا كان الإنسان له عذر في الجهل، كان بعيدا عن بلاد الإسلام أو كذا، فالله عز وجل يغفر ويرحم. المهم في للأسف كما قلت سابقا، يعني أكثر ضلالات الناس بسبب قياساتهم، يقيسون دائما كل شيء، قدرة كل شيء على هذه المخلوقات. هذا سبب أساسي من أسباب الضلال. فلذلك الله عز وجل يذكر الناس في القرآن الكريم، وهنا الإمام الطحاوي رحمه الله يقول باعث الله يبعث يجمع كل الناس إلى أي مشقة بدون أي تعب، حاشا أن يلحق الله عز وجل أي تعب أو أي مشقة. نعم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. نعم، وذلك لأن الله تعالى خلق العالم بلا مشقة بالتكوين، على ما قال سبحانه وتعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم، فيتعالى يعني يتنزه، فيتعالى سبحانه وتعالى في البعث والإعادة عن لحوق المشقة، يتنزه ويتقدس ويتعالى سبحانه وتعالى عن ذلك. إذ الإعادة أهون من الإنشاء، وهذا ليس على الحقيقة، هذا في عقولنا كما قلنا من قبل. الله نعم، الله قال ذلك، لكن تقريب لعقولنا. أما الله عز وجل ليس، لا يوجد عنده شيء أهون من شيء، لا يوجد شيء أبدا أبدا، لا يوجد شيء أهون من شيء أبدا. فهذا أهون حتى نفهم، حتى الأغبياء الذين ينكرون البعث هم حتى يفهم، لأنهم يؤمنون أن الله قادر على الخلق من العدم، ثم ينكرون أن الله قادر على البعث والإعادة. فيقول لهم في عقولكم أنتم أيه أهون، الإيجاد من العدم أو إعادة التركيب بعد الوجود؟ في عقولكم أنتم أن إعادة التركيب بعد الوجود هذا أهون، فكيف تنكرون الأهون أن يفعله الله وتقرون بالأصعب والأشق أن يفعله الله؟ نعم، دائما أيها الإخوة، كثيرا ما يخاطبنا الله عز وجل بحسب ما نفهم، كما قلنا في دروس سابقة. مثلا الله عز وجل يقول
وما ربك بظلام للعبد. والله عز وجل يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ويقول في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالم. تمام، هذا كله أصلا مستحيل أن يكون، مستحيل أن يكون من الله ظلم كما قلنا، لأن ذلك يعني أصلا لا يمكن من الله الظلم. لماذا؟ لأن كما قلنا من قبل كل تصرف هو تصرف بملكه، والظلم هو تصرف بملك الغير بغير إذنه، ولا يصادف أبدا ملك لغير الله سبحانه وتعالى، لا يصادف ملك لغير الله أبدا. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر. ابن مسعود يقول بعد هذه الآية من بقي له شيء فليطلبه. إذا الله له الخلق وله الأمر فهو الخالق وهو المتصرف، فمن بقي له شيء، من إذا بقي شيء خارج هذا الأمر فهو لغير الله، لكن لا يوجد. نعم، إذ هذا تعليل الإعادة أهون من الإنشاء، وإليه الإشارة بقوله وهو أهون عليه، يعني قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. نعم، وبقوله أفعينا بالخلق الأول، يعني الله يخاطب هؤلاء الكفار عندما خلقناكم من العدم، هل رأيتم أو سمعتم أن الله تعب أو لحقته مشقة في الخلق الأول حتى تقيسوا عليه الخلق الثاني أو الإعادة أنه سيلحقه؟ أي ما عجزنا. إذن هذا الاستفهام بمعنى النفي. نعم، أي ما عجزنا بالخلق الأول فكيف نعجز بالخلق الثاني؟ نعم، وبقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، استعملوا هذا القياس، قياس بسيط، أنت مخلوق من العدم، من العدم من لا شيء، فالله قادر أن يعيدك من العدم أو من التفريق، لأنه يوجد خلاف بين العلماء، وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تفريق، والأصح الأول، لكن بعض أهل السنة أيضا يقولون بالثاني، أن الإنسان بعد الموت لا يعدم وإنما يتفرق. وبقوله تعالى وهو يبدأ الخلق ثم يعيده، هذه أول الآية التي قرأها أو ذكرها من قبل. وقال جوابا سبحانه وتعالى لمن أنكر البعث أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يعني انظر إلى نفسك، أنت أصلا من ماذا خلقت؟ من ماذا خلقت؟ من نطفة. فالذي سوى من هذه النطفة إنسانا سويا، والذي سوى من البذرة شجرة باسقة، قس هذه الأمور ثم بعد ذلك اذكر البعث. نعم، وضرب هذا الكلام لبعض الكافرين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمه، أبو البختري أو نسيت، أحد رؤوس الكفار، المهم جاء وفي يده عظام بالية يفعل هكذا، قال هذا ما يعني، هذا بعد أن أصبحت العظام هكذا، يعني من يحييها؟ مستحيل هذا. نعم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، بكل خلق عليم، يعني ذراتك أنت
أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ تفرقت. يعني أنا إذا مت الله أعلم ذراتي ستكون في مليار مكان، وذرات الناس يعني في المقبرة الواحدة يمكن يدفن في 100 سنة أو 200 سنة، يمكن يدفن 1000 شخص، ثم يمضي وتختلط التربة التراب بعضه في بعض، فيمكن أنا أختلط بك وأنت تختلط بي وكذا، ثم يزرنا الهواء إلى أماكن، فيمكن الإنسان كما قلت لكم يصبح في مليار مكان. طيب كيف الله يجمع يعلم هذه الذرة لي وهذه الذرة لك؟ وانظر الآية: وهو بكل خلق عليم. انظر هذه المناسبة: وهو بكل خلق عليم. لاحظتم هذه يا إخواننا أواخر الآيات من أعظم الإعجاز، لأن آخر الآية لو نظرت أو يعني قارنته بالآية لوجدته خير ختام لهذه الآية، لا يمكن أبعد منه أبدا. نعم، وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. قلت لكم من قبل أو ما قلت نسيت، ما علاقة هذا يا شيخ يوسف بهذا؟ يعني يتكلم عن إعادة الإنسان، ما علاقة الشجر الأخضر والنار؟ الشجر الأخضر يعني بعض الإنسان الفحم. تمام، انظر سيد، انظر يا سيد، الشجر الأخضر يحترق، بل إذا أخذته النار أشد احتراقا من غيره، لأن الماء فيه أكسجين تمام، فلذلك الماء إذا كان أخضر وأخذته النار، الغابات التي تحترق في أمريكا في أستراليا أحيانا، هذا شجر أخضر أو يابس كله أخضر يحترق، صح؟ طيب ما علاقة هذا بهذا؟ اسمع يا مولانا، النار الأخضر يعني فيه ماء، النار ضد الماء، صح؟ يعني أصلا النار يطفئها الماء، فالنار حارة والماء بارد. الله يقول: كما أخرج الشيء من ضده، كما أخرج الشيء من ضده، كما أخرج النار من ضدها وهو الماء، قادر أن يخرج الحياة من الموت. اتسق الأمر الآن، أصبح الأمر متناسبا، فهذه الآية مناسبة. كيف تتعجبون أن يخرج الله سبحانه وتعالى الحياة من الموت؟ أنتم ترون هذا كل يوم، أنتم ترون كيف يخرج الله الحي من الميت والميت من الحي، وانظروا إلى هذا، هذا لا أحد يستطيع أن ينكره، أن الله يخرج الشيء من ضده، فالنار عدوة للماء والماء عدو للنار، ومع ذلك أخرج الله شيئا النار من الشجر الأخضر. لاحظ كلمة الأخضر، من الشجر الأخضر أخرج منه نار، أخرج الشيء من ضده، فكيف إذن تتعجبون أن يخرج الله الحياة من الموت وهو ضده؟ وأنتم كل يوم ترون هذا، يخرج لا يهم، المهم أنه أخرج شيئا من ضده، أخرج شيئا من ضده،
فإن كانت النار مقابل الموت والماء مقابل لا يهم، أخرج الشيء من ضده، تمام؟ لذلك هذا يتبادل. الآن الدجاجة تخرج من البيضة والبيضة تخرج من الدجاجة، هذا لا يهم أيهما السابق. نعم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ بلى وهو الخلاق العليم. انظر ما قال الإنسان، قال السماوات والأرض، لماذا؟ مع أن الأصل أن يقول أوليس الذي خلق الإنسان بقادر على أن يخلق مثله. تعرف لماذا قال هكذا؟ لأنه في سورة غافر الله يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فلذلك الذي قدر على الأعلى يقدر على الأقل من باب أولى. نعم. وألزم الله سبحانه وتعالى يعني الحجة على منكرين النشأة الثانية، فقال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضرة مخلقة وغير مخلقة. نعم. أي كيف تشكون في البعث وتنكرونه وقد خلقكم الله من التراب في أطوار مختلفة، يعني في مراحل مختلفة. ومعنى مخلقة أي مخلوقة خلقا تاما، وغير مخلقة أي متروكة نطفة على حالها، يعني الأمر بيد الله. يوجد، اسمع سيدي، الإنسان أو يدخل إلى رحم المرأة كم نطفة؟ الملايين وربما أكثر من ذلك. فبعضها لو كانت الأمر، لو كان الأمر طبيعة يجب كلها أن تعيش أو كلها أن تموت، لكن الله عز وجل من أراد أن تتخلق وتصبح بشرا تبقى، وإلا غير مخلقة تبقى نطفة ثم تموت. وقوله تعالى لنبين لكم، أي لنبين لكم قدرته وسلطانه، فإن من قدر على تحويلكم من حال الترابية إلى الإنسان وحال النطفة إلى العلقة. نعم. وهذا لاحظ نفس الشيء، كنت ترابا فأصبحت إنسانا، صح؟ طيب يوم القيامة ماذا سيكون؟ البعث ما هو؟ كنت ترابا ستصبح إنسان. لا، لاحظتم هذا القياس المساوي؟ أنت كنت ترابا، لا تصدق أنك تراب. والله يا إخواننا كثير ممن يدعون العلم، العلم الكوني ليس العلم الشرعي، كما قال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والله يا إخواننا مرة أنا رأيت في الموسوعة الفرنسية للعلوم، برامج في الموسوعة الفرنسية، رجل يمسك جمجمة رأس إنسان، لكن هذا فقط العظم، فقط الرأس، لكن مصنوع، ليس من مصنوع من تراب، اصطناعي مصنوع من طين تراب، ويحطه بسكين أو بكذا يفعله، ويقولون هنالك خرافة، خرافة تقول إن أصل الإنسان من تراب، هنالك خرافة، يعني شيء هذا عجيب. فسبحان الله، في والله هذا أكثر من 20 سنة تقريبا له، أكثر. فخطبت خطب بعد ذلك، لكن الخطب لو تتكلم أنت في الفيزياء وفي غير ذلك
وفي العناصر وفي كذا يمكن الناس. قلت لهم يا أخي للناس يعني حتى للعامة من الناس كيف نثبت أن الإنسان من تراب بدون لا ندرس لا نحلل ولا نفعل شيئا؟ نكلم كل الناس. قلت لهم الإنسان يرمم نفسه لأنه معلوم أن الإنسان يفقد الخلايا وعندما يبذل مجهودا يفقد من نفسه. تمام، أنت العب رياضة كثيرا يكون وزنك 100 كيلوغرام تفقد كثير من وزنك، صح؟ ثم تأكل تسمن، من أين يأتي هذا الجسم؟ هذا السمن من أين يأتي؟ من الغذاء. الغذاء من أين؟ ما غذاء الغذاء؟ ما غذاء الغذاء؟ من أين يأتي؟ من التراب. فإذا لو كان الإنسان ليس مخلوقا من التراب هل يناسبه أن يبنى من التراب؟ لاحظ أنت في جسمك من العناصر مثل ما في التراب تماما، مثل ما في الأرض تماما، بقدر ما يوجد في الأرض يوجد فيك تماما. يعني يا شيخنا يوجد في الأرض 70% ماء، أنت جسمك 70% ماء. في الأرض يوجد 70%. طبعا في الكرة الأرضية في كل البحار. ظننت أنا عندما أنا أحفر. لا لا لا. في الأرض 71.7% ماء، والباقي عناصر. العناصر المكتشفة أظن منذ زمن قالوا 107 عناصر، يعني من الحديد والألمنيوم والبوتاس والمنغنيز والمغنيسيوم والصوديوم وإلى آخره من هذه الأشياء. أنت فيك مثل ما في الأرض تماما، أنت فيك مثل ما في الأرض تماما. فإذا لم يكن هذا الجسم مخلوقا من التراب كيف يرمم ويعمر من التراب؟ وهذا لا يحتاج إلى عناصرك. الله قال من طين، فأنت مخلوق من طين، هو التراب والماء، وعناصرك من التراب والماء، لا يختلف قيد أنملا. نعم، فإذا كما خلقنا الله من التراب وحولنا من تراب إلى إنسانية، يوم القيامة ما هو البعث؟ أن نكون ترابا ثم نصبح، ما الفرق بينهما؟ وهذا نراه بأعيننا. نعم، فإن من قدر على تحويلكم من حال الترابية إلى الإنسانية وحال النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة فهو قادر على البعث والإحياء بعدما تصيرون ترابا وتتلاشى أجزاؤكم. تتلاشى يعني تنعدم. نعم، لكن الله عز وجل في البعث لا يخلق غيرها، يعيدها ذاتها. يعني أنا أجزائي تعدم تماما عند جمهور أهل السنة، تعدم تماما يعني لا يبقى منها شيء. فإذا أراد الله عز وجل أن يبعثنا يوم القيامة يعيد نفس الأجزاء، لا يخلق إنسانا آخر ولو شبيه به. لماذا؟ لأن الله عز وجل ينعم يوم القيامة ويعذب عين الأجزاء. انتبه، يعني مثلا أنا هذه اليد، هذا العضو بذاته هو الذي عصى أو هو الذي أطاع، هو يوم القيامة يستحق لا سمح الله العقاب أو يستحق الثواب هو بذاته. والدليل على ذلك يوم القيامة الله قال اليوم نختم على أفواههم
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن هي عينها، لو خلق الله مثلها ما رأت ولا سمعت. ويوم منها خلقناكم شيء آخر. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. تمام، وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أجسادكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فإذا هذا نفسه تتلاشى، لا يبقى شيء إلا عجز الذنب كما جاء في الحديث. نعم شيخنا، كيف نفسر وكيف نشرح بقاء عجب الذنب؟ يعني لماذا يبقى؟ لماذا لا ينعدم تماما؟ يعني الناس، بعض الناس يسألون هذا السؤال، يعني هل يحتاج ربنا عز وجل؟ نعم. كيف نشرحها؟ لماذا يعني يبقى فقط؟ يا سيدي أرجوك، هذا السؤال يتداعى منه مليار سؤال. هذا ليس له إلا جواب واحد هو عن كل الأسئلة. لو سألتني لماذا يوجد ملكان هنا؟ هل يحتاج ربنا أن من يكتب؟ ألا يعلمون؟ لا يحتاج. إذن هذا السبب، أراد الله فقط، أراد الله أن يبني هذا الكون على أسباب ومسببات. هل يحتاج الله أن يرسل السحاب حتى ينزل المطر؟ هل يحتاج المطر حتى ينبت؟ هل يحتاج أن أشرب الماء حتى أروى؟ ألا يقدر؟ فلا يوجد الجواب عن هذا هو الجواب عن هذا. الله أراد أن يبقى عجب الذنب، أن يبقى عجب الذنب عفوا. تعرف لماذا؟ لأن الله عز وجل أقام هذا الكون على أسباب ومسببات. لا قيمة له هذا السبب. لا، الله قادر ولو بعد أن يعدم هذا ما في شيء، لكن انظر ماذا سيحصل. الله يوم القيامة، قبل يوم القيامة عند البعث، يرسل مطر، لكن يكون كمني الرجال هذا المطر، فيصيب عجب الذنب فينبت الناس، فينبت الناس كما ينبت الحب في المسيل، ينبتون. إذن الله أراد أن يرتب الأمر كأنها حبة، كأنها نبات، نزل عليه مطر نم، ثم الله عز وجل بعد ذلك عندما يريد يرسل، ينفخ في الصور فتطير الأرواح، كل روح إلى الجسد الذي كانت فيه. فالأمر لا يتعدى أن يكون سببا كأي سبب. لماذا عجب الذنب من العين؟ لماذا غير هذا؟ ليش إلا عجب الذنب؟ طيب لو كان الله يبقي الأنف ستقول لماذا الله يبقي الأنف؟ لو كان أي شيء يبقي ستقول لماذا؟ فقط لأن الله أراد أن يبقى هذه العظمة بالذات. لكن هذا قولي أنا، لكن ربما لو بحث الأطباء في هذا، لو بحث الأطباء في هذا والعلماء سيجدون شيئا عجيبا. أستاذي، هل يكفر رجل ينكر حشفة جسمانية يعني؟ يا إخواننا، أولا إذا تبحثون عن هذا للكلام عن ابن سينا، فابن سينا والفارابي، شيخه الفارابي، الأمور التي خالفوا فيها المسلمين أعظم من هذا بكثير. فهذه المسألة بسيطة، هم وافقوا الفلاسفة في هذا. مشكلة الفارابي وتلميذه ابن سينا أنهم اعتقدوا أن الفلاسفة لا يخطئون، ولكن كانت لهم الفارابي وابن سينا لهم جذور إسلامية
فحاولوا أن يوائموا بين الإسلام وبين كلام الفلاسفة، فبدلا من أن يطيعوا كلام الفلاسفة للإسلام فعلوا بالعكس أبدا. فنظرية الفيض ونظرية العقول وأن الله لا يخلق إلا واحدا وهو العقل، ثم العقل أوجد العقل إلى العقل العاشر الفعال، وأن العقل العاشر وهو فلك القمر أفاض الوجود على هذا، كفر صريح. فمسألة موافقة الفارابي وابن سينا، نعم، على أن ابن سينا أيضا كان كما تعلمون شيعيا قرمطيا، يعني يدين بما يدينون به. أما الفلاسفة يعني ابن سينا والفارابي بالذات، نعم، خالفوا الإسلام في الجذور. فارابي هل أيضا كان شيعيا؟ لا أعلم، لا أعلم. أما ابن سينا نعم، ابن سينا نعم. بعض مثلا يعني الزجاج يميلون إلى الشيعة، سمعت منهم يقولون إمام فارابي. إذن نعم، نعم. فالفلاسفة في هذه الأشياء مخالفون لصريح القرآن، صريح القرآن. يعني إذا كان يعني الله عز وجل يحشر حتى الحيوانات بأجسادها، إذا كان الله حتى الحيوان لا يحشر أرواحها فقط بل وأجسادها حتى تقتص للقصاص، حتى يقتص الله للجماء من القرناء، ثم يقول كوني ترابا. اسمع الآن، ما هذا قرآن عندما يقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا؟ لماذا الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا؟ يرى الحيوانات والله بعد أن اقتص يعني من بعضها لبعض يقول كوني ترابا. ما الذي سيكون أرواحها ستكون ترابا؟ أرجوكم يا سيدي، ما الذي سيكون؟ لا شكل. فإذا الحيوانات تحشر أجسادها فما بال الإنسان؟ هذا لا شك فيه أبدا. والفلاسفة إخواننا، الفلاسفة قالوا لا تحشر إلا الأرواح بناء على مبدأ فاسد عندهم، وهو أن العالم قديم والقديم لا يفنى، دورات الفلك لا بداية لها ولا نهاية لها، والحشر يكون بعد فناء العالم، ففناء العالم غير ممكن عندهم، ولذلك العالم يبقى فلا يوجد حشر للأجساد، وإنما الروح تصعد من الجسد وتحشر، ولا يوجد جنة ولا نار. كما يقول الإمام الرازي، يقول هناك جنة الروح، كما قلت لكم أظن في الدرس الماضي، ما هي جنة الروح عندهم؟ أن الإنسان إذا كان تائبا في الدنيا غير متعلق بالجسمانيات، فعندما تصعد روحه إلى السماء وهناك لا يوجد جسمانيات أصلا ولا يوجد جنة، ولا تكون الروح مرتاحة لأنها ما فقدت شيئا تشتاق إليه، كانت زاهدة من الدنيا. أما العاصي كان متعلقا بالأجساد بالمتع الجسمانية، وهناك لا يوجد متع جسمانية فيشقى، هذه هي جهنمه. هذا مخالف لصريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة، هذا لا شك فيه ولا كلام فيه أبدا. الحيوانات ليس المكلف
قال الحيوانات، يقول الشيخ محمد الحيوانات ليست بمكلفة، فلماذا الله عز وجل يبعثها؟ هذا ليس من باب التكليف، هذا فقط لإظهار عدل الله عز وجل. وطبعا لا يختص من الأسد إذا أكل غزالا، ولا من القط إذا أكل فأرة فهذا رزقه، إنما يختص فقط في العدوان. يعني قط ضرب قطا، تمام؟ أما في الأمور الجبلية والفطرية لا يوجد قصاص. كذلك سيدي، أي أرواح الحيوانات ما نصيبها؟ العدم، والله تعالى أعلم. العدم. نعم سيدي. قال فهو قادر. الله الله، والله هذه الآية دليل عظيم جدا جدا جدا، التحول التراب إلى إنسان ثم يوم القيامة، هذا هو تحول التراب إلى إنسان. هذه لفتة عظيمة والله من في تفسير هذه، يعني في الاستشهاد بهذه الآية من الإمام البابرتي. لفتة، نعم. يعني انتباه دقيق منه، نعم، يعني يلفت أنظارنا وعقولنا إلى نكتة مهمة جدا. أي والله، أي والله، نحن نقرأ القرآن يعني كأننا نقرأ بلغة أخرى، صدقني للأسف، يعني أتكلم والله عن نفسي. نعم. فهو قادر على البعث والإحياء بعدما تصيرون ترابا وتتلاشى أجزاؤكم، فليس موتكم إلا هذا، إلا تلاشي الأجزاء. ما معنى إلا هذا؟ فليس في موتكم إلا هذا، يعني إلا تلاشي الأجزاء. وقد أنشأكم ابتداء أول مرة يعني في الدنيا بلا مشقة، فكذا يعيدكم، باعث بلا مشقة. نعم. لاحظوا إخواننا، بقي وقت نبدأ بهذا أو عندكم سؤال كما تحبون؟ يعني إذا عندكم سؤال نجيب، ما عندكم سؤال إيه تفضل. نقرأ القرآن بدون تكبر، يعني إما في البيت أو في المسجد نفتح نسمع. إيه فهم. هل أنا أجر فيه؟ إيه طبعا، طبعا لك أجر. يعني إنسان يقرأ القرآن بدون تدبر. حتى ابن عطاء الله السكندري، نسيت الحكمة، يقول في حكمه لكن عن ذكر الله، يقول إذا كنت تذكر الله، بمعنى الحكمة نسيتها الآن، إذا كنت تذكر الله بدون حضور لا يأتي الشيطان يقول لك اترك الذكر، اذكر. فربما بفضل الله عز وجل وبفضل هذا الذكر ولو بدون حضور، أنت لماذا تجلس وتذكر الله؟ حبا لله، لكن نفوسنا ضعيفة ومشاغلنا كثيرة فبسبب هذا. أما نحن، أنت لو لا تحب الله ما جلست لتذكر، لماذا تذهب وتلعب؟ وأنت الآن لماذا جلست تقرأ القرآن؟ لأنك تحب الله، تريد أجر. لكن نقرأ بدون انتباه بسبب مشاغلنا، فإذا أنت لك أجر. فيقول ابن عطاء الله إكراما لهذا الذكر الذي بلا حضور، يمكن الله عز وجل ينقلك إلى ذكر مع حضور تام مع الله، والأمر بيد الله عز وجل. فسيدي لا يأتي الشيطان إلينا مثل إنسان، والله حتى في الصلاة ممكن يأتي يقول والله أنا في الصلاة يعني أصلي لكن فقط أتذكر لما قلت الله أكبر ولما سلمت، والباقي كنت غير هنا. فيأتي الشيطان يقول يا أخي ما هذه الصلاة، قلة أدب، اتركها. لا لا لا، ابقى وحاول.
نحاول إن شاء الله أن نحضر في الصلاة ونحضر في الذكر ونحضر في قراءة القرآن. نعم، فندوم والإنسان له أجر إن قرأ بتدبر. يا شيخنا، كثير من أمم الإسلام يقرؤون القرآن وبلغتهم لغة أخرى، لا يفهمون معانيها، لا يفهمون معانيها، فنقول ليس لهم أجر؟ والله يمكن لهم أجر أكثر مني، فلا نترك هذا. نعم. قال له لما فعلت؟ أخبره بأن هذا مكتوب. نعم صح. لما استشهد بهذا الأمر سيدي؟ هذا لما قال هذا مكتوب في الأزهر أو هذا قدر عليه؟ ولماذا لا يستشهد به؟ يعني من يعني أخوكم يسأل، يعني هل يجوز للإنسان إذا فعل شيئا خطأ مثلا أن يقول هذا مكتوب علي، هذا مكتوب علي؟ هذا سؤاله. يعني أنا مثلا سمعت من أخ سوري قلت له بشار ظالم، قال لا تقل هذا هكذا، إذا قلت بشار ظالم أشركت بالله. قلت كيف أشركت بالله؟ لأن الله كتب عليه أن يفعل هذا. نعم، لاحظوا إخواننا، هذا الكلام قد يستعمل في مكانه فيكون من أعظم الطاعات، وقد يستعمل في غير مكانه فيكون من أعظم العصيان. فمثلا نأتي الآن أولا إلى آدم عليه الصلاة والسلام ثم نأتي إلى كلامك، نجيب عن هذا ونجيب عن هذا. آدم عليه الصلاة والسلام، أولا انظر هل يوجد فرق أو لا يوجد فرق بين إنسان حاول أن يتفادى معصية الله، يعني أن لا يفعل، ثم بعد ذلك وقع نسيان بدون أي إرادة منه. فلما سئل عن ذلك قال يعني أمر كتبه الله وله الحكمة البالغة. طبعا كلمة كتبه هذه كلمة سيأتي هنا الإمام الطحاوي عليها وسنشرحها في وقتها إن قدر الله. فهل آدم عليه الصلاة والسلام عندما قال قبل أن يخلقني الله عز وجل قدر أن يكون هذا الأمر، والله له حكمة، الله أراد أن آكل من الشجرة وأن ننزل إلى الأرض لأن الله قضى وقدر أن يكون حياة الناس ليس في الجنة بل في الأرض، بل هو خلق كل هذه الدنيا من أجل ماذا؟ من أجل الابتلاء والامتحان، وهذا لا يكون في الجنة سيكون في الأرض. فقال العلماء الاستدلال بالقدر بعد الوقوع صحيح، لكن الآن هل معنى إذا كتبه الله عليه أنه لا يؤاخذ به؟ تعرفون السؤال شيخا، شيء مقدر مكتوب، فقول آدم شيء كتبه ليذكر موسى عليه الصلاة والسلام أن ما كتبه الله سيكون لا مفر منه، هذا المقصود، وليس ليتهرب من المسؤولية. لاحظ سيدي، فآدم عليه الصلاة والسلام لا مسؤولية عليه بسبب ماذا؟ بسبب توبته وبسبب ماذا؟ عدم قصده لهذا. أما يستدل يقول ماذا يقول؟ يقول شيء كتبه الله ليبين لموسى إذا شيء كتبه الله هل يمكن أن لا يكون؟ تمام؟ أما بالنسبة لهذا إنسان يقول مثلا عن أي شخص
يقول لا تقل فلان ظالم أو فلان غير ظالم. لماذا؟ لأن هذا شيء مكتوب عليه. ما قلنا نحن أيها الإخوة الله عز وجل يكتب على الإنسان؟ سيأتي الكلام بعد هذا البحث. الله عز وجل يقول عفوا الشيخ الطحاوي يقول خلق الخلق بعلمه. ما معنى خلق الخلق بعلمه؟ طبعا الله يخلق بعلمه أو بقدرته؟ بتكوينه. لكن هنا قال خلق الخلق بعلمه يعني بحسب علمه. فالله عز وجل يعلم أن فلان أي فلان رئيس أو مرؤوس أو ملك أو صغير أو كبير يعلم ماذا سيفعل هذا الإنسان باختياره، فكتب في الأزل ماذا سيفعل باختياره. فلذلك كيف تقول هذا غير مسؤول؟ إذا قلت والله أنت إذا قلت نادر مثلا عاصي ثم زممتني أنت وأقول لا 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 يجوز لك هذا، مكتوب علي، مكتوب علي، أنا لست عاصيا. لا، فالإنسان مكلف بفعله. وإن كان قلت لكم من قبل لما سألني الأخ أظن رسول أن القدر الكتابة لا تنافي اختيار العبد، لأن الله يكتب ما تختار أنت، ولا يعني أن إرادة الله وكتابته تابعة لاختيارك. لا، لكن هو سبحانه وتعالى ألزم ذاته أن يحاسب الناس بما يختارون، فكتب لهم. ولذلك الكتابة مقررة لإرادتك. ماذا قال العلماء؟ وليست منافية لاختيارك. لاحظ عندما يكتب الله عز وجل ماذا تختار أنت، هذا مقرر لاختيارك أو مناف لاختيارك؟ مقرر، لأنه لا يكون إلا ما كتب الله. وأكبر دليل على ذلك أننا نحن عندما نفعل شيئا نشعر أننا باختيارنا نفعله، أو هذا كذب؟ إنكار هذا إنكار للحس والضرورة. يا أخي الإنسان عندما يسرق يسرق بكامل اختياره، عندما يكذب يكذب باختياره، عندما يؤذي ويقتل باختياره، فهذا لا يمكن. أما مسألة الكتابة فلا تنافي الاختيار. فآدم عليه الصلاة والسلام احتج على موسى ليبين له أتلومني على شيء كتبه الله، وأنت تعلم أن المكتوب لا بد أن يكون. لكن بعد ذلك انظر في فعلي، انظر في فعلي، هل أستحق هذا اللوم؟ الله ماذا قال في القرآن؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. انتهى هنا. أما هذا الذي يقتل ويفعل ويفعل، هذا ليس له عزم؟ يفعل هذا يا شيخ سنان الذي يقتل ويؤذي، هذا يفعل هذا نسيانا أو له عزم؟ له عزم. نعم كتبه الله عليه، لأن الله علم أنه سيختار هذا. هذا شيء لا شك فيه أبدا. والله عز وجل لو كان الإنسان مجبورا إجبارا كاملا، الله لا يخاف من أحد، كان قال لنا نعم أنا خلقتكم مجبورين وأجبرتكم على هذه الأفعال وسأحاسبكم عنها. الله لا يخاف من أحد. لكن الله عز وجل قال لمن شاء منكم أن يستقيم، الله قال وما تشاءون إلا أن يشاء، الله قال فمن شاء فليؤمن، الله قال اعملوا ما شئتم، إذا لكم مشيئة. نعم. بسم الله، لا يكلف نفساً إلا وسعها في عمل بعده إن شاء الله. ربنا ولا تحمل علينا إنسان كما حملت على الذنب من قبلنا. هذا المسألة يعني لا نفهمها. إنسان كما حملته
مفهوم مفهوم. يعني تعرفون أنه يوجد خلاف بين الأشاعرة والماتريدية وحتى المعتزلة، هل يجوز عقلا، هل يجوز عقلا أن يكلف الله الإنسان ما لا يطيق؟ شرعا باتفاق كل أهل القبلة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تمام؟ شرعا يعني هذا ما وقع، لاحظوا ما وقع التكليف بما لا يطاق، ما وقع لأن الله قال لا يكلف الله، مستحيل. لكن لو كلف الله أحدا فوق طاقته هل يكون هذا جائزا أو مستحيلا؟ لا يمكن أن يقع من الله. الأشاعرة ذهبوا إلى أنه يجوز أن يقع، تمام. إذن ما وقع التكليف مما لا يطاق، أما الإصر ولا تحمل، تمام. الله ما كلفهم ما لا يطيق، هذا الإصر الذي حملوه ليس تكليفا، لكن كانت شريعتهم صعبة وليس لا يطيقون، لأن الإجماع بين أهل القبلة واقع على أن التكليف بما لا يطاق ما وقع ولن يقع أبدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الخلاف في الجواز هل يجوز أو لا يجوز، أما وقوع مستحيل لأن الله لا يخلف الميعاد، الله أعلم. فأنت لا تظن أن الله كلف من قبلنا ما لا يطيقون ثم علمنا الله أن ندعو أن لا يكلفنا كما كلفه، لا لا، ما حصل التكليف بما لا يطاق، ولكن تمام كان تكليفهم شاقا. يعني إنسان إذا أشرك عندهم كانت كفارته أن يقتل نفسه، هذا صعب. كان عندهم مثلا النجاسة طهارتها يعني الثوب مثلا يقطع وهكذا. لماذا سيدي؟ لأنهم الله عز وجل يعامل كل أمة بما تستحق. يا شيخنا كانوا يعني الله عز وجل وجاوزنا ببني، لاحظ فقط خذ هذه النقطة، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، لاحظ بعد ثانية يعني الآن رأوا معجزة كيف موسى ضرب البحر فانفلق ومروا وغرق فرعون ونجاهم الله مباشر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم، يعني هكذا يعني عندهم نفوس. يا أخي بعض الناس لا يناسب الكلام اللطيف والأبدا. اقتلوا أنفسكم. نعم يلا بابا خير، إلا هو يضرب نفسه يقتل نفسه، تمام. لكن انظر ما هو الفعل الذي فعله، لا اقتلوا أنفسكم، أن كل إنسان يقتل الآخر، كل إنسان يقتل الآخر، قتل حقيقي يعني. نعم قتل حقيقي، ليس اقتلوا أنفسكم والله يعني هذبوا أنفسكم، اقتلوا قتل حقيقي. تعرف لماذا؟ لأنهم رأوا المعجزات ثم بعد ذلك جاء إنسان فعل لهم عجل فعبدوا هذا العجل. جعل الله من أراد، ليس كل معصية اقتلوا أنفسكم، فقط من عبد العجل فقط، هذه عقوبة ماذا؟ عقوبة الإشراك فقط. أصلا عندنا عقوبة القاتل يقتل، يوجد قتل، عقوبة الزاني يرجم، هذا أصعب، هذا أصعب. يعني لا تظن فقط كل إنسان، لأن العقوبات وجدت للردع
لرحمة الإنسان فيقول والله مثلا شيخ يوسف الآن يقول والله هذا صعب صعب، لكن اسمع الآن، هذا الزاني الذي يفعله ليس صعبا؟ انتهاك الأعراض. ثم من الذي يقام عليه الحد في الإسلام؟ أي زاني؟ الله عز وجل جعل شرطا لإقامة الحد عليه، لا يمكن إلا أن يكون هذا الإنسان يعمل في الزنا مفسدا في الأرض. لاحظ، لأن الإنسان يجب أن يشهد عليه 4 شهود رأوه وهو يزني، فإذا ما شهد عليه وما أحد رآه يتوب بينه وبين الله والله يغفر. من الإنسان الذي يصل إلى أن يراه 4 شهود؟ هذا إنسان عنده محل، عنده دكان لهذا الأمر، هذا إنسان يعمل في هذا الموضوع. طيب اسمع الآن، ناشدتكم الله، هذا الإنسان الذي يضيع أعراض الناس وأنساب الناس، هذا بسبب الزنا؟ ليس، لو قتل شخص يمنع الزنا، لكن بسبب الزنا كم إنسان مات؟ مرض الإيدز، كم شخص مات منذ 10 سنين إلى الآن؟ كم شخصا مات؟ ملايين. أن يقتل في كل سنة واحد ينشر الزنا. يا أخي، إن أنت تفكر في الأعراض، يعني بنت تكون ذاهبة إلى العمل، والله أنا بنت لي كلمتني بهذا الأمر، قالت في ذلك الزمن، قالت جاءت امرأة، يوجد هذا الإنسان الذي يبحث عن هذه الفتيات الفقيرات ويجعلهن يعملن في هذا الأمر، تبحث، قالت لها صديقتها كم تأخذين في الشهر في سوريا؟ يعني في ذلك الوقت قبل أكثر من 25 سنة هذا الكلام، قالت 3000 في الشهر ليرة سورية. قالت ما رأيك أن تأخذي في اليوم 3000؟ في اليوم 3000؟ طيب تخيل إنسان، لا أقول أنا أنت، أبعد الله عنا وعنكم الأذى، تخيل إنسان بنته تذهب إلى العمل وهي تذهب إلى تلك الأماكن وتعمل، ما حاله يعني، ماذا ضره هذا الإنسان؟ يضر الفتيات والشباب، وإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الحياة الدنيا وفي الآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم أن هذا الذي فرض الله عليه الرجم، الله يعلم أن هذا لإصلاح المجتمع، لأنه أن يقتل إنسان بهذا الشكل رحمة للأمة للمجتمع حتى يمتنع هذا الأمر. يا أخي، مرض يقتل الآلاف بسبب هذا الشخص ونشر الفساد، هذا عدا عن جهنم. قال الله تعالى ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فهذا شيء عظيم، هذا الأمر شيء عظيم. الحرمات الأعراض لها قيمة عظيمة في الإسلام وفي الشرع. أما الناس الذين لا يهمهم، يسمع بأذنه أخته أو زوجته تذهب مع رجل ما عنده شيء، طبعا هذا الإنسان يتعجب، ما عنده شيء مهم، فيتعلم لماذا في الإسلام هذا غير شيء عادي، مثل إنسان أخذ زوجته، مثل أخذ كأس ماء وشرب، هذه الكأس لي وله، ما في مشكلة، هذا ليس إنسانا سويا، والله تعالى أعلم. فإذا ما كلف الله من قبلنا، ما كلفهم، يعني لا تفهم الآية، كيف أنت تقول كيف كلف الله من قبلنا ما لا يطيقون، بدليل أننا نقول ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، والله قال لا يكلف، هذا تناقض.
كيف لا لا يوجد تناقض؟ هو ما كلفهم ما لا يطيقون، هو كلفهم تكليفا شديدا، فنحن نسأل الله أن يكون تكليفنا أقل. سؤال واحد. أي تفضل. في ميزة قبل ثلاث أيام يسألني الإسلام يرسل إلى الجان والناس، الجين يعني إذا سرق شيئا كيف يقطع يده؟ فعلا يحتاج أن نرى شيخا جنيا ونسأل. ما في مشكلة، تقطع يده ربما يتأذى بهذا يعني. نعم تقطع يده وهو هم لهم. يا سيدي أنا أسألك سؤالا وهذا موجود في القرآن الكريم، طيب الآن إذا هو من نار وهي من نار كيف يتزوجون وينجبون أولادا؟ من أين يأتيها وكيف يعني كيف يفعلون؟ هذا مثل هذا لأنهم يتوالدون. قال الله تعالى أفتتخذونه وزريته أولياء من دوني إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وزريته فله زرية. أنا كتبت كتابا عن الجن قبل زمن طويل، هذا الكتاب يعني رسالة تخرج في معهدنا، في أول مرة تخرجنا من معهد الفتح الإسلامي كان يطلبون منا رسالة تخرج، فأنا رسالتي كانت في هذا الموضوع اسمها البيان في حقيقة الجن. المهم فأحد العلماء يقول ما كنت أعلم أنهم يتوالدون حتى قرأت هذه الآية أفتتخذونه وزريته فهم يتوالدون. فالسؤال كيف يتوالدون؟ إذن لهم أجسام معينة، أجسام لطيفة نارية، لكن هي أجسام مثل أنت مخلوق من تراب ولك هذا الجسم، هم أصل خلقهم من نار، لكن هذه الأجسام نحن لا نراها، أما هم يتزوجون ويتلاقون إذن ممكن أن تقطع، كما أنه يمكن أن يفعلوا أشياء فيما بينهم يمكن أن تقطع يده. الغازي جان يعني طبعا لك يا شيخنا الجن مجتمع مثلنا مثلهم، حتى فيهم اسمع فيهم يهودي ونصراني ومسلم وشيعي ومعتزلي ونقشبندي وشاذلي وأبدا والله. هذا الكلام إخواننا اقرؤوه إن شئتم في تفسير ابن كثير عند قوله تعالى وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فيروي ابن كثير بأسانيد صحيحة عن العلماء الكبار عن الأعمش وغيره أنهم مثلا قالوا كان يختلف إلينا رجل من الجن، علماء سند صحيح إلى الأعمش، فيسألونه ماذا تحب من الطعام فيقول الأرز، فيحضرون له أرزا، قالوا كنا نرى اللقمة ولا نرى من يأكلها. المهم فهذا يمكن بعض الناس الآن يسمعون يتعجبون من هذا، هذا كله في القرآن موجود. المهم سألناه فيكم هذه الأهواء يعني الملل المعتزلة والشيعة وكذا، قال نعم عند هذه الآية، هو يفسر لأنه وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا مختلفة يعني. فسألناه هل فيكم هذه معتزلة كذا، قال نعم، قال فمن رافضة، هكذا ابن كثير يقول في التل، فمن رافضة فيكم، قالوا شرنا. الشر مخلوق. نعم هكذا ابن كثير ينقل ويقول. تمام سيدي، جزاكم الله خيرا وبارك بكم وحفظكم الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح. ماذا فعلنا الآن؟ قطعنا يدين مقطوعة تقطع
ما في شك. أركان المرجان في أحكام. نعم، لبدر الدين الشبلي هذا من أوسع الكتب في هذا، من أحسن الكتب. أولاً.